السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 3 طرق لتكاثر نبتة شوفليرا. الطريقة الأولى هي زراعة البذور، ودي تعتبر طريقة خاصة بالمشاتل وخاصة المشاتل الكبيرة. الطريقة الثانية وهي زراعة الشوفليرا عن طريق العقلة، والطريقة الثالثة هي زراعة الشوفليرا عن طريق أوراق نبتة الشوفليرا، وهو ده اللي احنا هنشوف في هذا الفيديو. الأوراق اللي أنا هزرعها ضروري تكون أوراق خضراء، ما تكونش أوراق صفرة او فيها امراض او فيها اي مشاكل. هاخد قصيص، ويفضل ان يكون قصيص صغير. بعد ما هعبي القصيص تربة زراعية هرطب التربة، وهاخد الاوراق هزرعها. هزرع ورقة وهزرع 2، هزرع 3، هزرع عدد الاوراق اللي انا حابب ازرعه. في عندي ورقة فيها حروق بسيطة، ولكن الورقة مش صفرة ومش مريضة. خلي القصيص عندي في جو معتدل وفي اضاءة جيدة، ما يكونش في أشعة الشمس المباشرة. هنا أنا زرعت في تاريخ 9/12/2021، وفي الحالة اللي زي كده هحتاج إن أنا أحافظ على القصيص عندي من البرد الشديد. أحافظ باستمرار على ري القصيص بالرشاش بنفس الطريقة. هرش رشات مية خفيفة جدا، مع مراعاة إن التربة ما تجفش وإني ما أغمرش القصيص بالمية. هنا في تاريخ 2 فبراير 2022، يعني بعد مرور 55 يوم، بدأت البراعم تنمو، وفي نفس الوقت عندي مجموع جذري جيد. في المرحلة دي هبدأ أنقل النباتات من القصيص الصغير لقصيص أكبر. في البداية هسلك الجذور، لو كانت الجذور داخلة في بعضيها أو متشبكة في بعضيها هسلكها، عشان لما أطلع النباتات من القصيص الجذور دي ما تتقطعش. هقلب القصيص في يدي وهفك نباتات وهطلعه بنفس الشكل. هنا ما شاء الله المجموع الجذري جيد، والمجموع الجذري لونه ابيض. لون المجموع الجذري لو كان ابيض بنفس الشكل فده دليل على اني بروي النبتة عندي بطريقة صحيحة. لو كان اللون غامق فده دليل على زيادة الري وعدم انتظام عملية الري. في عندي طريقتين. الطريقة الاولى هو ان انا افصص الاوراق دي وازرع كل ورقة في قصيص منفصل، والطريقة التانية هو ان انا ازرع النباتات او الاوراق كلها في قصيص واحد. لو هفصص النباتات بنفس الطريقة هبدأ افصص التربة واطلع كل نبتة الحالة وافردهم في قصات مختلفة. انا بالنسبة لي هزرعهم في قصيص واحد، انا حابب يكون عندي قصيص في كثافة نباتية. هجيب قصيص مناسب للنبتة عندي ويكون فيه فتحات تصريف جيدة، وهبدأ اضيف فيه تربة زراعية. افضل تربة هستخدمها للنباتات المنزلية بشكل عام هي سماد المشتل، البوتنج سويل او البيتموس. هضيف سماد عضوي روث حيواني في الاسفل عشان اتلاشى ريحة السماد العضوي، وفي نفس الوقت محتاجش اسمد النبتة عندي باستمرار، ولكن هراعي ان السماد العضوي يكون في الاسفل. هضيف جزء بيتموس مع جزء سماد عضوي وامكسهم، وارجع اضيف بيتموس او سماد المشتل او التربة اللي انا بستخدمها في الاعلى. وهنا دور التربة اللي انا ضفتها اعلى السماد العضوي هتحافظ على المجموع الجذري، او بمعنى صح السماد العضوي مش هيؤدي الى احتراق النبتة او موت النبتة، لان في فاصل بين السماد العضوي والنبتة. ومع مرور الوقت ومع تكرار عملية الري السماد العضوي اللي انا ضفته في الاسفل هيتحلل. بعد كده هيوصل المجموع الجذري للسماد العضوي ويبدأ يتغذى منه بدون ما يسبب اي ضرر للنبات. هثبت النباتات عندي وهكمل القصيص تربة زراعية. في 3 عوامل أساسية لنجاح زراعة الشوفليرا عن طريق الورقة. أول عامل فيهم هو اختيار موعد الزراعة المناسب، وموعد الزراعة المناسب هو في الربيع أو في الخريف، وممكن أزرعها على مدار العام ولكن هوفر لها جو معتدل. العامل الثاني هو انتظام عملية الري، والعامل الثالث هو استخدام تربة تكون خفيفة. بعد ما انتهيت من عملية الزراعة هروي القصيص رية جيدة، وهرش النباتات عندي بالرشاش. وهنا أصبح عندي نبتة شوفليرا بوضع جيد. إن شاء الله نشوف حضراتكم في فيديو قادم نتابع فيه النبتة. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، أتمنى أن الجميع يكون استفاد. ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.